مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتمنى تكونوا قضيتوا اجازه جميله ومريحه وايه فيها نوع من البهجه، يعني عشان خاطر كان لازم تكون ده حصل عشان تشحنوا طاقتكم، لان احنا داخلين على شهر ونص تقريبا دراسه، نصهم امتحانات وكده، فمحتاجين كل طاقتنا النفسيه والعصبيه والجسديه. في بقى حاجه متحمسه جدا 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 انا اكلمكم عنها، وهي حاجة بتسأل عليها كل يوم بجد والله، كل يوم على الانبوكس سواء على انستجرام او الفيسبوك او التيك توك، انه سمر عايزة منتج لتساقط الشعر. ما اعتقدش ان في بيت، وغالبا اغلبهم هم النساء، يعني مش بيشتكوا من تساقط الشعر، سواء كان انيميا او اسباب مختلفة، يعني انيميا او نقص الفيتامينز او البروتين والكرياتين والبلاوي دي كلها. ف الفكرة ان اسباب تساقط الشعر لا حصر لها، لكن طب احنا عايزين علاج بقى، عايزين علاج، ومش عايزين علاج ب 200 مليون يعني، فعايزين حاجة تكون فعلا فعالة وفي نفس الوقت تكون سهلة الاستخدام، مش 500 سيشن ونتيجة فعالة ونشوفها فننبسط فنتحمس فنكمل في العلاج. لكن لما يقول لك لا ده اللي قدامك لسه 6 شهور، قدامك لسه اللي بعد سنه، ده قدامك ما اعرفش ايه، ده قدامك ما اعرفش ايه، ده كله ده بيعمل لنا احباط وما بنكملش، صح؟ انا نفسي عندي المشكله دي، تساقط الشعر بالهبل يعني. فانا كنت دايما بعتني بموضوع الترطيب والنضاره، يعني نضاره الشعر او ما اعرفش ايه، وان يبقى فيه لمعه ونبقى صحي ونبقى مترطب، بس ما لقيتش حل لموضوع التساقط. لحد ما لقيت الموضوع ده، بقالي ببحث فيه بقالي كتير جدا، لحد ما لقيت منتج اسمه بروفيكس. منتج اسمه بروفيكس، بصوا يعني حاجه انا استخدمتها عليا، زي ما انتم عارفين انا اللي برضى على نفسي برضى عليكم. فما لقيت النتيجه تحفه كده، فقلت لازم اكلمكم عنه. بروفيكس ده موجود عادي في الصيدليات. ايه بقى المميز في بروفيكس مش موجود في بقيه الحاجات؟ ركزوا معايا. بروفيكس بقى فيه مركبات عضوية وفيتامينز كتيرة، بس خلينا نركز على المنتجات العضوية الأول. في المركب العضوي اللي فيه، بغض النظر عن اسمه عشان خاطر ما دخلكوش في حاجات كيميكالز كتيرة وأسامي، بس المركب العضوي اللي فيه بيعمل إيه؟ بيزود كمية الماء جوه بصيلة الشعر، فبيعمل تنظيف لبصيلة الشعر من كل السموم اللي فيها ومن كل المواد الضارة اللي فيها، بيزود تروية الدم، بيزود تروية الدم جوه بصيلة الشعر، فبيخليها تنمو، بيزود عمرها الافتراضي، بيقويها وبيديها حيوية وقوة وحياة ونضارة ورطوبة، وكمان بيخليها بيعمل انبات للشعر لما تقع، يعني حتى لما الشعرية تخلص عمرها الافتراضي وتقع، هو بيعمل سرعة انبات وتقوية انبات الشعر مرة تانية. فهو يعني بيفيد الشعر اللي موجود وبيعمل إعادة إنبات للشعر اللي اوريدي تساقط. بروفيكس كمان يعني الفايدة بتاعته، عشان خاطر أكون واضحة، يبقى بيمنع التساقط أصلا، بيقوي الشعر اللي موجود وبيزود ترطيبه وبيزود تغذيته وبيزود نضارته ويبقى فيه لمعة وترطيبه. كمان إن زيادة نمو الشعر بيبقى من 50 ل 100%، أنتوا مستوعبين؟ يعني شعر اللي موقع اوريدي هو بيملى الفراغات دي من 50 ل 100%، من 50% ل 100% اعاده انبات، يعني فاهمين؟ غير منع التساقط ده اساسي، هو عباره عن جل بتحطيه على فروه الراس بس، ومش فروه الراس نفسها، مش الشعر، لان العبوه مش كبيره، فما تضيعيش فايدته على الشعر، هو مش هيعمل حاجه للشعريه نفسها، هو احنا كل شغلنا على بصيله الشعر نفسها، فاهمين الفكره؟ فبتاخدي شويه من الجل وبتحطيها على فروه الراس وتدلكيها مرتين في اليوم، ومش محتاجه ان انت تغسليها، فاستعماله اسهل من كده مفيش، بتدلكي شعر بالفروه الراس. الحلو كمان انه يا جماعه فتره العلاج بتاع، او يقول لك لازم كورس كذا كذا كذا، هو العبوه دي بتكفي 3 اسابيع بس، اول نتيجه بتشوفيها فعلا وبتلاحظي انها في فرق بعد شهر من الاستخدام المتواصل المنتظم يوميا، بس عشان خاطر تاخدي الماكسيمم بقى، بتبقى هو كورس من 3 شهور 6 شهور، بس 3 شهور كفايه، يعني 3 شهور هيبقى كفايه جدا يعني، وبتشوفي اول نتيجه بعد شهر من انتظام من الاستعمال المنتظم. وخلي بالكم من الموضوع ده كويس جدا، لانه العلاج محتاج انتظام، اي علاج في الدنيا محتاج يبقى فيه انتظام، يبقى فيه التزام عشان تاخدي النتيجه المرجوه. بس ده بالنسبه لي حاجه، انا شفت النتيجه انبهرت، يعني انا نفسي شفت النتيجه على شعري انبهرت، يعني انا مش عايزه اقول لكم كميه التساقط اللي كانت بتحصل، اللي هو طول ما انت ماشيه في البيت انا ماشيه بالفاكيوم وعشان الم الشعر، فشعري كان بيتساقط بغباء،
يعني بتساقط بطريقة، وانا كنت بحاول الحاجة بقى اللي بصوا اللي هو يعني احلى من كده مفيش، انه كل علاجات الشعر لما بتوقفيها بتقعد لها شهر شهرين كده وتلاقي ان تأثير راح والتساقط رجع من اول وجديد. لا ده لما بتوقفي لاي يعني بعد ما خلصت الكورس 3 شهور، او اللي هو مينيموم لازم تستخدمي 3 شهور، مينيموم 3 شهور، بس بتشوفي النتيجه بعد اول شهر، بس مينيموم لازم استخدام 3 شهور والماكسيموم 6 شهور. لما مثلا وقفتيه بعد 3 شهور، بعد 4 شهور ما بيحصلش تساقط تاني، ما بيحصلش تساقط تاني. المركبات العضويه اللي فيه واخده براءه اختراع، انتوا مستوعبين؟ يعني هي موجوده في ده بس، يعني المركبات العضويه انا مش انا ممكن اكتب لكم اساميها وهكتب لكم اساميها في الاخر، بس عشان خاطر انتوا مش هتفرق معاكم الاسامي قد ما هيفرق معاكم الافكت بتاعه وهو بيعمل ايه. وسعره ورا اروع بصراحه، سعره 146 ريال، ده تقريبا سعر يعتبر ارخص سعر شفته لمنتجات شعر. منتجات شعر كلها بتبقى اسعارها خياليه، فده انا شايفه ان سعره ممتاز، مش حلو بس ده ممتاز جدا. في بقى فايده كمان نسيت اقول لكم عليها، ان هو لو بيعالج القشره، لو في اي قشره في الشعر بينهيها. شعرك يا جماعه بتحس ان هو زي يكون بيتنفس كده، شعرك تحس ان هو يكون معمول له، يعني عارفين اللي هو ديتوكسين كده احساس، هتحس في شعرك، هتحس بملمسه كمان. ما تنسوش حاجه، هو صحيح جيل، هو جيل كريمي كده، بس المهم فيه ان انت بتاخديه على ايدك وبتحطيه بتوزعيه على فروه الراس، على بصيلات الراس، مش الشعر خالص، مش عشان تستفيدي بالمحتوى اللي جوه وما يبقاش فيه وستنج واهدار، وما مش مضطره ان انت تغسليه. وفي نفس الوقت مع انه جيل كريمي بس مش بيخلي الشعر، مش بيعمل تزييت، فهو مش بيعمل تزييت او تحس ان شعرك دهني زياده عن اللزوم. هو وجميع انواع الشعر تستخدميه عادي، جميع انواع الشعر سواء كان ناجاف او دهني او عادي ما فيش اي مشكله تستخدميه، سواء كان شعر مسبوق، سواء حتى لو كان شعر معالج قبل كده بالعلاجات اللي هي البروتين والكرياتين، مفيش اي مانع يخليكي تستخدميه نهائيا نهائيا، ولا بسبب حساسيه ولا اي حاجه. الحلو كمان اللي فيه ان هو يا جماعه فكره ان انت ما توقفي، انه العلاج ما توقفيه بعد ما انتهاء الكورس، دي حاجه تحفه، دي حاجه تحفه، ويعرفك ان المنتج ده مش استغلالي، ولو مش بيخليكي عايزه تشتريه تاني، لا هو انه براند محترم تمام. وغير كده كمان ان هو في بيوتين، فيتامين اي وزنك ومغنيسيوم، طبعا دي حاجات مهمه جدا 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 لتقويه الشعر. وفي نفس الوقت دي نصيحه مني ليكوا، لما يكون في فعلا انت عندك مشكله انيميا او نقص فيتامينز او كده، اي علاج بتاخديه للشعر لازم يبقى جنبه مكملات غذائيه. عندك انيميا يبقى لازم هتاخدي علاجك، علاج الانيميا، سواء كان انت الدكتور ما يكتب لك، سواء كان هيكتب لك فوليك اسيد او ايرن. عندك نقص في مكملات غذائيه معينه، نقص قصدي فيتامينز، هتضطري تاخدي مكملات غذائيه. اشتغلي على جسمك من جوه ومن بره، اهتمي بجمالك وبجسمك وبصحتك، اهم حاجه قبل اي حاجه من جوه ومن بره. الجسم الصحي جميل، لكن مفيش جسم جميل وهو مش صحي من جوه، فاهمين الفكره؟ اهتمي بنفسك من جوه ومن بره.